السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وبالحلقه الثالثه من سلسله محاكي بيع السيارات او لعبه كار فور سيل 2023 لاجهزه الكمبيوتر. طبعا يا جماعه الخير، بالحلقات السابقه عملنا كثير اشياء حلوه، فاللي ما شاف المقاطع السابقه روح شوفوهم في الاشعارات او في نهايه هذا المقطع. واليوم مقطعنا يا جماعه الخير رح نعمل معرض سيارات اودي، فان شاء الله يعجبكم. اكتبوا لي في التعليقات شو بتحبوا نجيب سيارات ونبيعهم وما نقصر معكم. طبعا يا جماعه الخير قبل ما ابدا المقطع، صلوا على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام ولا تنسوا لايك واشتراك في فيسبوك جسد صوتكم كل جديد، وبترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. ومثل ما شايفين احنا حاليا عند عباس ومحمود، مثل ما شايفين اي الشباب. سلام عليكم، كيفك يا عباس؟ كيفك يا محمود؟ سلام عليكم. طبعا في عندنا هون ابو جعفر، حاليا راح نروح نشتغل عنده كمان بالخرده، نستفتح نقول يلا. في عندنا هون جعفر، هذا جعفر ابن الاب جعفر هذاك. طبعا هون في عندنا هذا فتحي راح نسميه، شو رايكم انتم؟ اكتبوا لي في التعليقات. طبعا في عندنا هون يا جماعه الخير ثلاث سيارات اودي وسياره هوندا سيفيك، الله راح اورجيكم اياها. طبعا هون الاوديات هدول اشتريناهم، طبعا حقهم تقريبا كلياتهم ب 25,000. فاشتريت انا، صمت شوي مصاري، قلت لحالي خلونا نعمل المعرض الاودي ونظبط الوضع. طبعا اجانا الزباين شايفين فاتحين المكتب، فخلونا نشوف اول زبونه. هاي السياره راح ابيعها هلا ونحط فوق شويه مصاري ونروح نشتغل ونعمل يعني. طبعا في سياره اودي كمان سيدان، عرفتوا كيف؟ اربع ابواب، راح نشتريها كمان ونحطها قدام المكتب. فمثل ما شايفين احنا عارضين السياره هي ب 5,000، هي عم تدفع لنا 3,029. فاستنى لك خلينا نشوف زبون غيره اذا كان دفعنا اكثر من بيعوا له. طبعا شوف، مرحبا يا حجي، كيفك؟ 3,000 او فاد اكثر، شايفين؟ هذا عم يدفع لنا اكثر. بس طيب تعال نشوف هون اذا كان بيدفع اكثر من هيك. لا معلم، الله ما عاد ويليبك. تعال نبيعه لهذا الحجي. خلاص مبروك عليك حبيبنا، والله الله يسعدك، ونورت المقطع ونورت المعرض. طبعا يا جماعه الخير مثل ما شايفين في عندنا هون هدول السيارات تبعنا، طبعا يعني لا باس فيهم، انكسرت وطبشات بس يعني زي بالضبط. طيب هلا يا جماعه الخير بالنسبه للجنوطه، لا تطلع الجنوطه لاني جنوطهم كثير سيئه، هي افضل جنوط موجوده على السياره تبعنا. طيب هلا يا جماعه خلونا اوف، في عندنا فواتير لازم ندفع. تعالوا نشوف فواتير، شاد في عندنا دفع. نجي لهون يا جماعه الخير نشوف الفواتير. اوف اوف اوف، 6,435 ليره. خير ان شاء الله معلم، خير. طيب مبدئيا يعني يا جماعه لازم نشتغل شوي، نجمع شويه مصاري مشان نشتري اودي السيدان ونصفها قدام المكتب وبعدين نبيعهم كلياتهم. طبعا في سياره دوج تشارجر اذا بتحبوا نعمل مقطع عليها، نظبط وضع مثلا نجيب لكم نسوي معرض تشارجر كمان ما مقصر معكم، بنظبط لكم مقطع كثير كثير حلو. طبعا رح نكسرنا شوي لبين ما يصير معنا شويه مصاري زياده، ونروح بعدين على البازار او نروح على الحاره تبعيتنا، بركي نشوف لنا شي سياره تكون هيك حلوه نشتريها. طبعا يا جماعه مثل ما شايفين قدامكم اخذنا من هذا 1,200 وشوي يا جماعه. طبعا رح نروح مباشره هلا على البيت ونظبط امورنا، نحط راسنا وننام، وبكره الصباح رباح بنروح على البازار او نروح نشوف شو رح يصير معنا، نشتري لنا شي سياره ثانيه نحطها هنيك قدام المكتب، وان شاء الله بيصير خير. طيب طيب صباح الخير، سلام عليكم. اوف اوف اوف، سكرنا الباب على حالنا. طيب سلام عليكم، ها افتح سكر يا حبيب. تعال نروح بازار فاتح هلا حاليا متجر السيارات اللي هو هذا، راح نروح عليه مباشره نشوف لنا شي سياره، بركي بلاقي لنا شي اودي رخيصه نشتريها مصفه ونخلص من القصه هي. اوف هي عنا اودي، بس اول شيء تعال نشوف شو وضعها. شو حقها يا معلم؟ سلام عليكم، كيفك يا حبيب؟ شباب سعرها 15,800 وشوي. طيب حقها غالي شوي صراحه، نشوف لنا شيء غيره. بدنا سيارة معناتها رخيصة. اوف هي تشارجر، شايفين تشارجر يا جماعة؟ إذا بتحبوا نعمل معرض تشارجرات إن شاء الله ما مقصر معكم، نظبط لكم الوضع، نعمل لكم مقطع حلو. طيب شو قد التشارجر هون يا حبيب؟ حقها 22,000، والله معلم حلو سعرها. نشتريها؟ تعال أقول لك، نشوف لنا شيء سيارة رخيصة نحطها نبيعها ونجمع لنا شوية مصاري. طيب هذا شو بده حقها؟ 6,000 وشوي، معلم ما معنا حقها. شو راح نساوي؟ شو راح نساوي؟ شو راح نساوي يا جماعة الخير؟ مالنا غير نروح على المحل تبعنا ونشوف شو الوضع. طيب يا شباب لقينا سيارة شاهين فئات العادية القديمة، عرفتوها؟ تعالوا نشوف شو بتبيعنا اياها، تعالوا نحط عليها 1,500، بتبيعنا اياها بدها 1,800 وشوي. بيعي؟ طيب 1,750 ليرة. هاتي لجو، بيعنا اياها، الله يرضى عليكي. شكرا حبيبتنا، الله يسعدك، بعتها لعند عباس. طيب في عندنا سيارة ثانية، تعال نشوف هي شو حقها. شو سعرها هي يا حجي؟ 9,000، كثير حجي، كثير كثير، الله ما تولي بك، يفضح عينك. شو بدك تبيعينا اياها مع دويليبا كمان؟ حجي معنا 3,000 وشوي. تبيعي؟ لنقول يلا، ها
3800 يعطي بيانا يا هلا. الله يسعدك الله يسعدك، شكرا شكرا، مع السلامة. يا هلا والله، اوف، ما لنا غير نركب السيارة ونروح فيه على الجراج مباشرة، لأني عباس ومحمود مشغولين هلا حاليا، ما عندهم مكان يحطوا لنا السيارة عندهم، عرفتوا كيف؟ طيب مبدئيا يا جماعة رح نروح مباشرة على الجراج نحط هدول السيارتين للبيع، وبعدين نشوف شو رح نعمل. طبعا يا جماعة هذا منزلنا هون، هذا الكونتينر اللي عايشين فيه هون، نقدر نعدله كمان، لازم نعدله ونظبطه كمان، بس ما بعرف إذا رح نعدله هلا بهذا المقطع ولا المقطع الجاي، الله العليم. طبعا يا شباب في عنا مكان جديد ضافونا على اللعبة، واللي هو بازار، اوف هذا البازار شايفينه اللي كنا فيه من شوي، في مكان اسمه مزاد، عرفتوا كيف؟ هذا المزاد هون يمكنك كمان يمكن تشتري وتبيع سيارات فيه بالايام القادمه. طبعا كاتبين هون كومينج سون، يعني راح يجي قريبا على اللعبه. مبدئيا يا جماعه الخير وصلنا على الجراج تبعنا، خلونا ندخل. اوف كيف راح نصف السياره؟ الله الله يستر، نقدر نصفها هون، تعال نشوف هل يا ترى بقدر نبيعها من هون ولا بقولوا لنا لازم تدخلها كمان. بقولوا لي لازم تدخل السياره كمان. طيب طيب مبدئيا شلون راح ندخل هاي؟ الله وكيلكم، ترى منظره. يلا ادخلي 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 ادخلي، ايوه حطوا لي اياها للبيع بسرعه، بركي يجينا شي زبون سريع هيك طيار، ما راح نصورها ولا نعمل لها شيء هيك مباشره هيك. وقف علينا 3800، راح نحطها نحن ب 6000 ونشوف شو راح يجينا السعر. طيب مبدئيا نروح نشوف السيارة اللي عند عباس او عند محمود. عند عباس بعتناها نحن، كيفين هي هنيك سيارة شاهين. طيب حاليا باقي علنا 198 ليرة تركي، تعال نشوف شقد السعر تصليح. تصليحها كثير معلم، بلا عراسي عباس ما بدنا نصلحها معلم، اعمل هيك لالك، خلينا نرجع لورا لهنيك، نحطها للبيع كمان، نشوف شقد راح تطير كمان هاي السيارة. شوفوا شوفوا الاوديات ما اجملهم يا شباب. ها طيب هي السياره يا جماعه كمان لازم نبيعها، تعالوا نطرق صوره. طيب خذ لي هيك يا صوره، ايوه يا عيني عليك، طول عليك هون، حط السياره كمان هي للبيع ونشوف شو راح نساوي. ايوه حطوا عليك هي صوره السياره، شو بدنا نعرضها يا جماعه الخير؟ هي بنعرضها ب 5000، شو رايكم؟ بركي بيجينا شيء زبون هيك غبي مشتريه. شوفوا يا جماعه شلون الوضع هون، عبينا الجراج تعباي الله وكيلكم. طيب مبدئيا يا جماعه الخير صار يجونا الزباين من هون من هون، شايفين ما احلاهم. طيب تعال نشوف هذا الحج ايش بده يشتري السياره، شو راح نوصل لعندك حبيبي؟ شو راح وصل لعندك؟ شو راح وصل لعندك؟ وصلنا لعندك، مرحبا حبيبي، كيفك؟ شو بدك تشتري السياره يا حبيب؟ شو بدك تشتريها؟ اوف نفس السعر، لك كفو حبيبي كفو، ما عذبتني الله يسعدك، والله كفو انك كفو انسان ذهب. طيب يا شباب مثل ما شايفين اجانا الزباين على هي السياره كمان، تعال نشوف شو بدك تشتريها يا حجه. مرحبا مرحبا، يلا 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 بسرعه بسرعه. 1600، الله ما تولي بك العمى، بدها تنصب علينا رسميا هي. طيب شو بدك تشتريها انت يا حجه؟ بسرعه بسرعه بسرعه. 1400، والله بكبها كب وما ببيع بهالسعر، شو عم تحكي انت؟ العمى شو الناس هي؟ الله معك حبيبي الله معك، ايوه انت كمان شو بدك؟ 1900 حجي والله العظيم حرام يا زلمه، انتوا عم تذبحوني، واقف علي 1750، تا 2500، اشتريت؟ اشتريت حجي الله معك. اها ارجع من هون يفضح عينك، انت مالك شره، تعال نشوف هي كيفك مدام مدام، يلا اشتريها 2008. طيب تعال لك 2100، اوكي قولي يلا 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 يلا، شكرا شكرا، مع السلامه مع السلامه. يلا يا شباب صار معنا 8200 وشوي. طيب يا شباب مبدئيا مثل ما شايفين رجعنا لقينا سياره مثل السياره اللي بعناها من شوي. طيب شو حقها؟ تعال نشوف 2008 موديل 1500، حلو تعال نشتريها نحن منك 1400، كويس شو رايك؟ قولي يلا قولي يلا، شكرا 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 شكرا، اهلا وسهلا والله والله حلوه. ها طيب بعتها لعند عباس،
طيب اجتنا هلا زبونه على السياره اللي اشتريناها. اوف اوف، لا ليش هيك انت عم تعطينا اسعار غريبه؟ شو قصتك انت؟ فعلا شو؟ طب بدك تشتريها؟ لا تعم بي على هاي مبين انت بتعطينا اكثر، تعال نعطيها اياها ب 2000 ليره. شو رايكم؟ 2000 ليره او 2100 مثلا، 2100. تعال نشوف، تريا قولي. يلا 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 بسرعه بسرعه بسرعه. شكرا شكرا، مع السلامه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هل في شي سياره بتنشر ولا لا؟ جوز الله انه شي اودي مثلا، سيدان بسعر حلو. ايه شو راح نلاقي هلا؟ بدنا سياره يا جماعه. لقينا هاي، اوف اوف اوف، في عنا اودي هنيك كمان، شايفين هاي الاودي احدث من اللي عنا ولا نفسها؟ تعال نشوف والله، ميتها حلوه. تعال نشوف شو سعرها. اودي تي تي حلو، 29000 معلم، كثير غالي. الله وكيلك، ما معي، ما معنا مصاري، ما معنا ما معنا. تعال نشوف هنيك في سيارات كمان، شايفين؟ تعال نشوف هون، اوف اوف اوف، كاني هاي اودي، اودي والله، شايفين؟ والله اودي تاتا. خلص بنعدي على السيدان، ناخذ اس يو في، شو رايكم؟ حقها 9929. طيب تعال نشوف، بركي ببيعنا اياها بسعر 9500 او الكون 9000، بركي ببيعنا اياها. هذاك اليوم يا جماعه خربطت في السعر، كان عندي سياره، اوف بعنا اياها والله، والله بعنا اياها. تعال اقول لك، بعت لي اياها عند عباس، خلينا نركب الباص نحن. والمقطع الجاي راح يكون عن غير سيارات يا جماعه، يعني يمكن يكون في تويوتا مثلا او تشارجر او هيك شيء، يعني شو بيظبط الوضع. اللهم مبدا الاودي هاي عم بفكر اني ابدلها جنوطه عشان نبيعها بسعر اعلى، بس ما معنا حق الجنوطه. خلص كنسل كنسل كنسل، سوي حلقه اجنبي. تعال اقول لك، نحط هاي للبيع، هاي للبيع، اوف نطرق صوره، شو رايكم؟ ها هاي صوره، صورتين، وهي وحده هون تعلتي. طيب تعال اقول لك، اعمل هيك، تعال نحطهم بيع بيع بيع. يلا 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 حبيب، يلا يا حبيب حط لي هاي للبيع. هاي انوي كانت تي تي، حلو تي تي، وقف علينا 24، راح نبيع نحن ب 35000. هون يا جماعه وين صورته؟ وين صورته؟ وين صورته؟ الله اكبر، لك وين صورته؟ انسى، سوي حالك اجنبي، حط لهم هاي. طيب اللي بعدها هي انو هي يا جماعه؟ الاس 5، حلو، هي واقف علينا ب 14000، رح نحطها نحن ب 20 25000. حط الصوره هي وينها؟ ها؟ اطلع لك بيع. عندنا الكيو 7 يا جماعه، رح نبيعها ب 15000. شو رايكم؟ اي عليهم اسعارهم هيك مرتبه ومن كارمون اذا كان اجانا شي زبون. طيب تعال نجيب الكيو 7 الثالثه، هي الرابعه، هي اللي هون، نحطها للبيع ونشوف بس بعناهم كم راح يصير معنا مصاري، وان شاء الله بالمقطع الجاي راح نشوف اذا كان راح نقدر نجيب. اوف هي خليط الاعلام، فخامه معلم. تعال اقول لك، صف لي قدام الجراج كمان. كنا روحناها يا جماعه، كنا روحناها بدهيه. طيب مبدئيا يا جماعه صف هيك، لاقول لك والله هي افخم وحده، الله وكيلكم، فخمه فخمه. طيب يا جماعه مبدئيا مثل ما شايفين قدامكم، نعرض هي للسياره للبيع. اعرض لي اياها، لاقول لك من وين رح نعرضها؟ ها اعرضها، لاقول لك من هون، عشان نبيعه كلياتهم فرض بيعها هيك بسرعه، عرفتوا كيف؟ هي واقفه علينا ب 10 9000، رح نحط لها السعر 20000 لاني هي خالد العلامة، عرفتوا كيف؟ حط لي صوره هي كمان، وين الصوره هذيك؟ حط هي، لاقول لك ميل هيك، اوكي تعال نشوف. يلا السلام عليكم، كيف كون يا شباب؟ هات لنشوف هاي شو بدك تشتريها ب 15000. حلو حلو حلو، بسرعه 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 بسرعه. 9000، لا 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 طولي بالك، عرضه نحن لك ب 12000. عجبك عجبك، ما عجبك توكل على الله. شو؟ طيب ننتظر شوي، بركي يجينا شي زبون غير هاي. اوف طلعوا الزباين ما شاء الله، هاي ب 25، هاي الاس 5 حلو. شو بدك تشتريها حبيب؟ 24، طول بالك يا حبيبي، هي شوي 25 25 وليره ما بنزل، توكل على الله، بعناها يا جماعه، شايفين؟ طيب هات لنشوف هي شو بدها تشتريها، شو بدها تشتري هي التي تي؟ بعيدك زنقيله، ها والله انت فخامه، شايفين؟ اوف هذا بده يشتري 35000، والله ما هو المصاري هدول. تعال نشوف انت شلون، شو صار معك انت؟ لكن كل شيء من هون من هون دق الى جوزك. طيب تعال اقول لك، بما راحت زبونه، راحت راحت، ضل عنا كيو 7 يا جماعه، ضل عنا الكيو 7 فقط، شايفين؟ كيو 7 بس، شايفين؟
والله فخامة. صار 60,000 يا جماعة، 60,000. هلا إذا بعنا هي وهي اكتمل الوضع، صار باللوز. تعال ننتظرنا شي شوي، جبنا شي زبون، بركي جينا هيك شي زبون هيك عملاق ياخذ التنتين. اوف هذا اجانا والله. لا حبيب، هي مضروبة، هي خالية العلم. شو رأيك؟ أي وحدة بتاخذ؟ لا يا الله، صار الليل. طيب تعال نشوف شو بتشتري يا حبيب، شو بتشتريها؟ بسرعة بسرعة بسرعة، نروح نحط راسنا وننام. 9,000 وشوي. طيب تعال علق، لا أنا ولا أنت، 10,500 وليرة ما بنزل، توكل على الله. يلا خدها خدها بسرعة، الله معك حبيبي. تعال علق، نحط راسنا وننام، نفيق ثاني يوم بركي نبيع هديك ويصير معنا مصاري فخامة. طيب يا شباب، مثل ما شايفين صار في عنا هون زبونين. طيب تعال نشوف شو بدك تشتري يا حجة يا حبيبنا. طيب بسرعة 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 بسرعة، 20,000 هي حقها، 10,000. لا تمزح انت، عم تمزح حبيبي. اه هي عم تقول 10,000، هي ما بتفهم، ما بتفهم، الله وكيلك، لا تسمع لها. 11,000 حلو. تعال اقول لك، بيني وبينك شو واقف علينا؟ 9,000. لا معلم والله كثير قليل. طيب 15,000 وهي زبطنا لك سكرة مرتبة، شو رأيك؟ علم ما الله وكيلك، ما بنزل. شو عم تحكي يا زلمه؟ طيب 12,000 اشتريت اشتريت، ما اشتريت الله معك. يلا تمام، شكرا كثير لك حبيبنا والله. هلا يا جماعه الخير، مثل ما شفتوا صار معنا 83,000، 83,000 18,000. طيب تعالوا اقول لكم، بما انه في عندنا فواتير، تعالوا نشوف شو قد دفع الفواتير عندنا. الفواتير وينها؟ هاي هون الفواتير. ها فلو ما ضل عندنا ولا سياره يا جماعه، عندنا 6,700 وشوي. اوف 7,000 معلم، ليش؟ فعلا الله اختفى امرنا الله، صار معنا 76,000 مثل ما شايفين. طيب وضع المكتب بهالشكل حلو، لا باس فيه حاليا، ما يعني بظن انه ما نبدل عليه ولا نعدل عليه. خلينا نشتري شيء بالمقطع الجاي، نجيب لنا شارجر، ما شارجر كذا، نظبط الوضع. شو رايكم يا جماعه الخير؟ ان شاء الله يكون استمتعتوا في المقطع. هيك عملنا اليوم مقطع مختلف شوي، ضبطنا متجر خاص في الاودي. ان شاء الله يكون عجبكم المقطع، اكتبوا رايكم في التعليقات، بتحبوا نجيب تشارجر ولا بتحبوا نجيب غير سياره؟ ان شاء الله ما بنقصر معكم. والله يا جماعه الخير بتمنى منكم حطوا لنا لايك واشتراك وتفعيل زر التصحيح، وصلكم كل جديد، وبترككم بامان الله وسلام. عباس.